السلام عليكم، يلا حيهم جميعا في سلسلة جديدة من بلاي ستيشن العربية اسمها بردها مع بلاي ستيشن. في هذه السلسلة راح يكون عندنا ضيوف حنا نحبهم، إذا كانوا أول مرة على القناة وقد شفناهم من قبل راح نتعرف على ألعابهم المفضلة، وكمان راح يعطونا تيبس وتريكس في هذه الألعاب اللي يحبونها، ونشوف كيف يقضون هذا الصيف الحار مع بلاي ستيشن. في الأخير راح نختبر معرفتهم عن بلاي ستيشن من ناحية الجهاز والألعاب حتى السوفت وير أو نظام التشغيل. قبل لا نخش في هذه الحلقة لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة وخلونا نبدأ. أهلا وسهلا، معانا اليوم بيبي معروف لا يعرف، جانا في القناة أكثر من مرة، فنان فتاك دائما يفوز. أنت قايل لي أقول لك اليوم أنت تفوز، خلاص أنت جاي تفوز. والأول مرة معانا ريتا، أهلا وسهلا ريتا في القناة، شرفتينا والله ونورتينا. اليوم راح أسألكم كم سؤال كذا تعرف فيه على ممكن شخصياتكم حتى من ألعابكم المفضلة. فأنت جاوبت كثير، خلينا نبدأ بريتا. ريتا، وش ألعابك المفضلة بلاي ستيشن تحبينها؟ أكتر إشي كنت أستمتع فيه راتشت أند كلانك. راتشت أند كلانك مرة جميل، جربت الجزء الجديد؟ نعم. لازم تجربينه على البلاي ستيشن 5، مرة حلو. I'm so excited بدي. أي مرة حلو. طيب ريتا، كيف تقضين وقتك في الصيف؟ هلا يجري بسافر. أي. بس لأنه هذا الصيف ما سافرت، فأكتر وقتي عم بلعب بلاي ستيشن. والأحلى من هيك إني أنا كتير بحب الموفيز والمسلسلات، فبقضي وقتي شاهد نتفليكس. يا سلام. من مسلسل لمسلسل، من فيلم لفيلم. يا سلام، هذه الخطة الصيفية المثالية، جيمز ومسلسلات وأفلام. بالنسبة لك أنت يا شيخ بيبي؟ أخ أنا مداوم. دوامات، تعرفني أنا جيمر. صحيح. وهلا ما شاء الله في الريليزز الجديدة، إلدن رينج نزلت، فأنا قاعد أختم أختم أختم. الدي إل سي شغال؟ أوه ماي جاد. قاعد أحاول يعني. يا سلام. يا سلام. أي بوس فايت عجلكت معه؟ آخ يا قلبي، شوف أنا كل البوس تعرفني كروم، تذكر لما لعبنا أصلا مع بعض؟ أذكر الحصان أنا وأنت مردغنا ذيك اليوم. هو أول بوس، فأنا يعني بس I try to do it. أنا أشوف يوتيوب فيديوز كذا. أنا سويت بيلت كامل كله من اليوتيوب، فعادي ما بالعكس أنا أقولها بكل صراحة، أنا من غير اليوتيوبرز ما كنت حلعب إلدر رينج لأني فسولت شوية. أنا بس أحاول أختم يعني، I don't يعني، بس كل البوس الصعبين صراحة يعني. كل جاء الوقت الحين نشوف معرفتكم حول البلاي ستيشن من ناحية الألعاب ومن ناحية الجهاز ومن ناحية السوفت وير أو نظام التشغيل. عندي لعبتي. هنا أسئلة كثيرة تقدر أنت عزيز المتابع تجاوب معهم يعني، فخش معهم في اللعبة. طبعا النظام جدا بسيط، اللي يسحب اليد هذه والواحد هو اللي يجاوب، وبالنسبة يا جماعة اللي جاوب غلط راح ينقص واحد، فما نفلها في الإجابات. أوكي يعني ركز شوي. معاكم هنا دونات وحاجات تحطون فيها المشاريب عشان ما يصير في ضحايا وقتلة هنا. أي. سمي بالله نبدأ بأول سؤال. اللي يسحب اليد هو اللي جاوب. أوكي هذه يعتبروها بزر يعني. أسحب اليد أجاوب، حلو. إذا سحبت اليد في نص السؤال ما راح أكمل لك إياه، وإذا جاوبت غلط ماينس 1. يا فكرة ذكية ما يغرك يعني. ها؟ ذكية تعرف ما يغرك. أنا مو مسألة ذكية ولا لا، أنا مسألة إنه في بعض الناس ينطف الإجابة، فاهم علي؟ أنا. أي ولا يبغى يجاوبه بس. ركز في السؤال يا جماعة. طيب. يلا. أعطيني واحدة من أفضل الميزات اللي يعطيك إياها البلاي ستيشن 5. بس أي راندوم. أي ميزة؟ إيه بيبي. في اللي عندك الجيم هيلب والبي آر. يا سلام عليك، خلاص جيم هيلب انت كذا وفيت وكفيت. طيب صح ولا غلط كان شعار بلاي ستيشن دائما باللون الاسود؟ لا خطأ. صح، كفو عليك ريتا. شغال كان لونه كان ازرق، عنده الالوان الازرق يعني، كان في بلون ازرق. صح ام خطأ كل اجهزة بلاي ستيشن 5 متوافقة مع الاصدارات السابقة من الالعاب؟ خطأ. صحيح، اختار الإجابة الصحيحة. إيش اسم خدمة الاشتراك عبر الإنترنت لبلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن أونلاين، بلاي ستيشن ستارز، ولا بلاي ستيشن بلس؟ بلاي ستيشن بلس. طيب أنت تتعزم على الكنترول؟ اسحبها وجاوب، اسحبها وجاوب. أنا مستناك تخلص. عادي تقدر هي وقفتني قبل شوي، إذا أنت وافق جاوب. طيب حلو. ريت عليك النقطة. صح ولا غلط بلاي ستيشن بورتر ريموت بلاير يخليك توصل للألعاب الموجودة على البلاي ستيشن 5 عبر شبكة الواي فاي اللي يخليك تنتقل مباشرة لل... صح. يا سلام عليك، حلو، بديت أتعب. صح ولا غلط يحتوي جهاز بلاي ستيشن 5 على محرك أقراص وبرضه إصدار رقمي؟ صح. صح كمالي. الله أبدا. اختار الإجابة الصحيحة. إيش هو اسم جهاز الواقع الافتراضي للبلاي ستيشن 5؟ هل هو
بلاي ستيشن في ار 2 ولا بلاي ستيشن بورتال ولا نب ثلاثي الابعاد؟ ها بلاي ستيشن في ار؟ يس في ار وش؟ في ار ولا بلاي ستيشن 5؟ قول الاختيارات مره ثانيه. بلاي ستيشن في ار 2 ولا بلاي ستيشن جاوب لك انا اي لانه بلاي ستيشن في ار القديم صح. بلاي ستيشن في ار 2 هو حق بلاي ستيشن 5 صح. بنفرق بين ايش هو الزر اللي موجود على وحده تحكم بلاي ستيشن اللي يتم استخدامه لتشغيل البلاي ستيشن؟ اسمه بالعربي يا جماعه انتبهوا اي انتبهوا طب ويت اي ما بصير انت لازم تجاوب انت اخذت اليد الصفحه الرئيسيه يا سلام عليك يا بيبي يا سلام عليك اي هوم اللي هي هوم اي هوم سكرين انا قاعد افكر تقريبا اول واحد يجيبها انت في السلسله كامله انا قاعد افكر بالويب سايت كلهم كيف يقولوا ان هوم سكرين هوم سكرين اي الصفحه الرئيسيه اول من يجيب هذا الجواب انت يا بيبي في السلسله كلها طيب صح ولا غلط بلاي ستيشن عندها نوعان من عضويه بي اس بلس تفضلي لا خطأ؟ خطأ صح ثلاث أنواع اختر الإجابة الصحيحة تدعوك يد التحكم فراغ إلى تصميم تجربة لعب فريدة خاصة فيك هل هي الدول سنس كاموفلاج ولا الدول سنس إج وايرلس ولا الدول سنس ستارلايت وايرلس إج وايرلس يا سلام عليك هي اللي بيدك كفى عليك السؤال اللي بعده يقول إيش هي اسم خدمة الاشتراك اللي تقدم ميزة كاتالوج الكلاسيكيات ما في أوبشنز فاخرة يا سلام عليك هو فاخر وانا كمان انا قاعد اقول فاخر من يعرف ليه طيب صح ولا غلط البلاي ستيشن 5 ممكن يوصل الى 120 اطار في الثانيه هذه اكيد مليون في المية صح مليون في المية صح وين وينك يا هذه شوي تكنيكال كريتها وش تبين مشروب شويه نشرب شويه بريك والله ناخذ بريك نشرب اختار الاجابه الصحيحه أي من وحدات التحكم الدولسنس التالية كانت أحدث إصدار؟ هل هي مجموعة جالكسي ولا الدولسنس إج ولا مجموعة ديب إيرث؟ دولسنس إج؟ هي ديب إيرث. كنت أنا بدي أجاوب. ديب إيرث. صح ولا غلط؟ خدمة مشاركة اللعب غير متوفرة في كل عضويات بي إس بلس. خطأ متوفرة صح متوفرة في كلها والله أنا رحت سردت في مكان صح ولا غلط يد التحكم دولسنس متوفرة بثمانية ألوان فقط خطأ عاد فقط أنا جايبها من عندي عشان يعني إيش خطأ أسلك لكم الموضوع شوية خطأ يلا كم عدد ملفات تعريف التحكم المخصصة اللي نلقاها على يد تحكم الأكسس الأكسس تفضل إيه تبي تجاوبي؟ في اوبشنات؟ في اوبشن زي انا اول شيء بشرح الاكسس ممكن بعض الناس ما يعرفونها هي يد التحكم أيوة أيوة. حقت ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي تجي دائريه كذا ما ادري لو مرت عليكم ولا لا بس هي تقدر تخصص فيها كم عدد؟ اربعه او اثنين او ثلاثه ها انا بهبدها اربعه صح يا عليك مره مو شاكك انت في اجابتك مره مو شاكك فيها طيب صح ولا غلط؟ جراند توريزمو هي واحدة من ألعاب السباق المعروفة بفيزياء السيارات الواقعية. صح. كفو عليك صح. نقطة ريتا تستاهل. اختار الإجابة الصحيحة. أي من هذه الشخصيات لا يعتبر من استوديوهات بلاي ستيشن للطرف الأول؟ هل هو نايثن دريك من أنشارتد؟ ولا إلي من The Last of Us؟ ولا كراش بانديكوت؟ بانديكوت كفو عليك على فكرة السؤال هذا مرة تركي مو أي حد يجيبه طيب صح ولا غلط تتميز لعبة مارفل سبايدر مان 2 على البلاي ستيشن بوضع اللعبة الجماعي صح غلط غلط هو فيها شخصيتين بس سبايدر مان سولو أي سولو لعبة سولو املأ الفراغ هورايزن الغرب المحظور بطلة الرواية ألوي ماهرة في أسلوب قتال أعطينا طيب هل هي ماهرة في أسلوب التايكواندو؟ ولا ماهرة في أسلوب البوكسينج؟ ولا ماهرة في أسلوب الرماية؟ رماية يا سلام هذا طلعت الإجابة من بمبي إي ألو يا جماعة قوس وسهم سلامات يا بيبي نسيت ألوي؟ لا اختار الإجابة الصحيحة أي مما يلي مو من استوديوهات بلاي ستيشن للطرف الأول استوديو ناتي دوغ ولا يوبي سوفت ولا استوديو سانتا مونيكا ناتي دوغ ناتي دوغ جاب لك انشارتد حط اليد حط اليد حط اليد الله يسامحك انا قلت لك انا هاي يوبي سوفت يلا طيب صح ولا غلط تدور احداث شبح تسوشيما خلال العصر الاقطاعي في اليابان شو يابان صح
شو صح ولا غلط ولا إجابة؟ صح. هي خلال العصر الإقطاعي يعني. أوكي. تفهم بس بالعربي لها عربي فصحى كذا عصر الإقطاعي. خمن لعبة بلاي ستيشن 5 المعكوسة. أوه لازم أعطيكم أنا أوراقي. عندكم تايتلز، أربع تايتلز ألعاب حلو. تقرون أول اسم أول تايتل. أوكي. هو معكوس. اللي يجيب الاسم صح أول واحد له نقطة. حلو. أوكي. على الكاونت داون 3-2-1 اقرأ. سبايدر مان. صح. سبايدر مان. صح. خلاص خلاص كملنا. كملنا حط كملنا. السؤال اللي بعده يقول إيش اسم المدينة اللي تدور أحداث لعبة سبايدر مان فيها؟ في أمريكا. وين في أمريكا؟ يا الله. ها. نيويورك. صح. وين البنايات كلها سبايدر مان من وين يتعلق؟ طيب خمن لعبة بلاي ستيشن 5 المعكوسة. عندكم سكند تايتل، ثاني تايتل موجود هنا معكوس لازم تخمنون اسمه. جو. أستروس بلاي روم. طيب انت قاعد تقولها صح، ليش شاكك بنفسك؟ حلو. كم عدد اللاعبين اللي يمديهم يشاركوا في الوضع التعاوني المتعدد في ساك بوي ا بيج ادفنتشر؟ 15 واحد. وين 15 واحد؟ باتل رويال حط لي اربع لاعبين بس. اربع لاعبين من الهلال. اربعة؟ ايوه اربع لاعبين. ساك بوي يدخلوا فيها اربعة سبليت سكرين. انت مو سبليت سكرين، يكونوا نفس السكرين. السؤال غلط. اي طيب صح ولا غلط؟ اسم المملكة اللي تدور احداث ديمون سورس فيها هي مملكة بوليتاريا. خطأ؟ لا صح. هذه طاحوا فيها كل الضيوف. خمن لعبة بلاي ستيشن 5 المعكوسة. يلا عندكم مرايك. هي الثالثة مرة. ثالث تايتل. ها بعد ثلاثة مالتيفيرس. يا سلام عليك. مالتيفيرسز. هي مالتيفيرسز نديله اياها ولا لا؟ قال مالتيفيرس. يلا دي لاني انا كنت اقول زمان مالتيفيرس كمان. في جود اوف وور 2018 ايش اسم الاسطورة الاسكندنافية اللي يعمل كحليف اساسي لكريتوس؟ كريتوس. ماينس 1 بس كريتوس. انا عشان كذا اقول لك خليني اكمل السؤال. ميمين اللي جاوب. ميمين الراس اللي معلق دائما. شو السؤال؟ مين الاسطوره الاسكندنافيه اللي ساعد كريتوس؟ اي انا ما راح اسالك على كريتوس. بس تعجلت. طيب عجلت. خمن اللعبه البلاي ستيشن 5 المعكوسه. اخر واحده. اي انت الورقه تمام. يلا 3-2-1 جو. برنس اوف بيرجا. يس. انا شفت الاوف على طول عرفته. اوه انت غاشه من اول. لا شفت الاوف على طول عرفته. اوكي. اخر سؤال يقول اختار الاجابه الصحيحه. ما اسم السلاح اللي استخدمه كريتوس في سلسله جود اوف وور؟ هل هو فأس ليفايثان او شفره اولمبس او مخالب الجحيم؟ مخالب الجحيم. لا مو مخالب الجحيم. مو مخالب الجحيم. ماينس وان لكريتا. كفو عليكم خلصت الاسئله. نايس. والله بيرفورمنس مره حلو، اداء جميل جدا منك. لا صراحه عجبني. عجبتك الاسئله؟ شفت لطيفه. لا انت قبل الحلقه تقول لي لا والله كنت خايف صراحه. اسئله لطيفه. طيب اللي بنشوف من الفائز ومن الخسران. حلوين يا جماعه. رجع لنا الفار. مبسوط انت للكاميرا؟ يقول لي فار. في اي ار. رجعنا للفي اي ار والفوز هو الريتا. أنا جبت ماينس هذا كثير. إيه وهي عرفت بالبداية. طلعت أكثر. ترى فرق مرة بسيط بينكم. إيه مع الأسف في تحدي. أنت بيبي تعرف إن إحنا دائما نحب حاجة اسمها تحديات. راح نغطسك في مسبح بارد ثلج. أيس باكيت تشالنج. شو يا شباب؟ فوقك ثلج. فراح تنتعش معنا الحين. يلا ريتا لا وصيك يغمسي بالثلج وأنا مريح هنا على بال ما تخلصون. أنا مسكين. بسم الله. بسرعة بسرعة لا تغيب الشمس علينا بالحلال بعدين ليل بيصير. مواد يا شباب هنا نهلل مش الثلج. بسم الله الرحمن الرحيم. برو اتس كولد. ايش هذا؟ امال ايش عم قاعدين نمزح هنا؟ يلا يلا يا شو دي. بدا يندم بقراراته. يلا بسم الله البركة. ويت. يا جماعة والله برد. انت قدها لا تطلع. إذا طلعت خلاص خرب الوضع. يلا بسم الله. يلا هوب. طيب بسم الله. يلا هي وحش. بسم الله. يلا أندرتيكر.
كفو والله يا بيبي والله متعتني يا اخي متعتني ريتا ليش الانتقام منه هو ولا ايش دمي واضح في تاريخ في تاريخ في حراره طلعتها في بروده يعطيكم العافيه المتابعه يا جماعه بيبي والله كفو بطل انجزت والله انجزت اظن انه يستاهل لايك يستاهل لايك كفو سوى التحدي واللي مو مشترك يشترك في حلقات جايه ان شاء الله من بردها مع بلاي ستيشن وصيفكم بارد واموركم طيبه اشوفكم في الحلقه الجايه مع السلامه.